تشارك المرأة الإماراتية نساء العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام. وتأتي هذه المناسبة العالمية في ظل تقدم ملفت للنظر للمرأة الإماراتية في كافة مجالات التمكين والمساواة بين الجنسين الذي سعى إلى تحقيقه أصحاب القرار في الدولة. المرأة الإماراتية أقدر أقول أنها وصلت لمرحلة أن هي مصدر قوة، تبني جيل قوي متسلح بالعلم، يعكس إرث أو تاريخ دولة الإمارات، وأيضا يعكس مسيرة التقدم والازدهار اللي شهدناها من بداية تأسيس الدولة إلى الإنجازات الحاصلة الآن. نتائج الاهتمام الإماراتي بالمرأة مكنها من أن تتبوأ مراكز قيادية كبرى في شتى المؤسسات والدوائر الحكومية منها والخاصة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نحو 66% من الوظائف الحكومية تشغلها النساء، بالإضافة إلى ما يقارب من 11,000 مشروع استثماري تديره سيدات أعمال تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار. هناك 23 أو 24 ألف سيدة أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني نتيجة الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة، نتيجة الثقة الكبيرة والغالية لأصحاب السمو الشيوخ، أيضا هناك التشريعات التي وضعت للمرأة في دولة الإمارات. الدستور الإماراتي يضمن الحقوق للمرأة كما ضمنها للرجل. التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة يعد نموذجاً لكثير من دول المنطقة والعالم، لما تشهده من تطور ملموس للدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع الإماراتي، أهلها لتصدر المسؤولية في شتى المواقع والمجالات. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.